وجه الدولي المغربي سفيان أمرابط رسالة مؤثرة إلى الجمهور المغربي بعد خروج المنتخب الوطني المغربي من دور ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا بالكوديفوار. وجاء في رسالة أمرابط المنشورة على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام: منذ اليوم الأول الذي بدأنا فيه هذه المغامرة أتينا إلى هنا بهدف واحد، وهو أن نجعل الشعب المغربي سعيدا وفخورا بنا. لقد كنا في حاجة ماسة إلى إعادة الكأس إلى الوطن، لأن هذا هو ما يستحقه الشعب المغربي. وفي النهاية تركنا دماءنا وعرقنا ودموعنا على أرض الملعب كما لو أنه لم يكن مكتوبا لنا الفوز. وتابع أمرابط: أريد أن أشكر الجميع، زملائي والمدربين وجميع الموظفين الذين يعملون على مدار الساعة من أجل مصلحة الفريق. نحن عائلة واحدة كبيرة ونتحمل المسؤولية في الأوقات الجيدة وخاصة في اللحظات السيئة. أخيراً كلمة للجماهير: شكراً لكم على كل دعمكم، كما هو الحال دائماً. أنتم بلا شك أفضل المشجعين في العالم، حتى في الهزيمة تظهرون حبكم لبلدكم ولمن يمثلونكم. لقد ضاعت مني الكلمات، وأنا فخور أكثر من أي وقت مضى بكون مغربي. إن شاء الله سنعود من هذه البطولة أقوى من أي وقت مضى. المغرب 2025.